الله يخلي وياك يا امو. ان شاء الله الف الف مبروك ان شاء الله. حبيبه قلبي عروستنا الحلوه. الله يخلي لي اياك يا مريم. الله يرضى عليكي. الله يرضى عليكي برضا. الف مبروك يا امي. الله يبارك فيك يا امو. يخلينا اياك يا الله يرضى عليك برضا. الله يرضى عليك برضا. يا امو خذ عروستك وفوتوا على الله. ابيك يا امو. ان شاء الله الف مبروك يا ابنا، فعلا طلع عرس شيء حلو وناهي ومطنطن كمان. تسلم تسلم اب فاضل، ان شاء الله عبالي وتبارك لك يا ابنا. بحياتك ان شاء الله. خيو بدي اسالك سؤال، انت ليش جوزت صغير قبل الكبير؟ بهي والله ما دخل، بس معلومك الشاب ضايش يا وحليوه. عم حبيت احسن زوجه. ليش ما جوزتهم سوا هن الاثنين؟ والله يرحمها، أنا كنت حابب زوج الاثنين بس ما طلع فيه. بتعرف يا أب مناف الغيرة صعبة، صعبة كثير، يعني تخيل واحد يشوف أخوه متجوز ومبسوط ومكيف وهو عزابي وقاعد بالبيت. والله يرحمها. مزبوط؟ والله مزبوط. شرف شرف نروح على الدكان. بس أنا لهلا يعني شغلة العرس ما عم تنسى. شو يا مو؟ مين مسعية هالسفرة هادية ولا أنتِ؟ أنا يا مو أنا. بلشنا؟ تفضل ابن عمي. ممكن يا ليلة واحدة. ألف مبروك إن شاء الله. أنا مبسوطة كثير إنه صار عندي كنة. الله يبارك فيك يا مو. الله يخلي لي إياك يا مرت عمي وإن شاء الله ما بحترمك. تسلم. شو رأيك يا مو بهذا الحكي؟ كأنه كولك يا مو. كولك؟ الله يسامحك ابن عمي. هادية ما في منا. نحن سألنا على أمها قبل ما نسأل عليها. وين بتكون الأم؟ بتكون البنت. ايه والله يا مرت عمي، وبيني وبينك ضليت اخدم ستي ام ابي لبينها ما توفت الله يرحمها. الله يرحمها، لك يا عمري انت. لك شو وينه مناف؟ ما بده يفطر معنا يعني؟ مناف؟ يا مناف؟ اتركه نايم. هلا متى ما فاق بيفطر لحاله. انت هيك بدك يا مو؟ ايه هيك بدك. نايم نعيم. يلا كلوا صحتين وهنا. يلا تعالوا كلي هلا مناف. يا عيني يا عيني يا رب. يعني معقول اخوك عم ياكل عسل وانت عم تتفرج عليه وما تشتهي تاكل عسل؟ الله كريم يا ابي الله كريم. تتجوز بس لاقي البنت اللي بتخرق مش طيب، بدي اياها تكون مثل مرت اخي. شو يعني؟ اه ولا شيء ابي ولا شيء، قصدي يعني اذا مرت اخي عندها اخت كنت هلا اتجوزتها وقاعد عم بتدلل وعم باكل عسل. ايوه السلام عليكم. فاضل وعليكم السلام. فوت اشرب لك هالشاي. شلونك؟ الحمد لله. مو قبل ما اقول لك شو صار بيني وبين مرتي بخصوص ابنك مناف. خير احكي لي شو صار. بقى شو رأيك؟ لك شو هالحكي اللي عم تحكي؟ شو هالسمعه هي؟ عارضين بنتهم مشان نجوزها لابني؟ لك يا بنت الحلال المثل بيقول اخطب لبنتك قبل ما تخطب لابنك، بعدين لا عيب ولا حرام، بعدين بنت اب فاضل بنت عالم وناس. طيب بكره بروح بجلس نبضن وبشوف شو بيصير معي والتمام لخير ان شاء الله. قولي الله. فوت ارتاح. مناف اخوك سميع اجى شب طلبه واختفى. شو هي اختفى لك ابي؟ شو هو ولد صغير؟ لك يا ابني اجى شب دق الباب، امك شافته فكرته رفيق من رفقاته، اخذه وراح، وين راح ما بنعرف. ايه وبعدين؟ استفقدنا، دورنا عليه، نزلنا على الحاره، قالوا لنا راح مع واحد غريب وهي وش الضيق.
عادي أبي عادي، بيكون حدا من رفقاته يعني مشتاق لو حابب يقعد معه. لك يا ابني غلي قلبي من الصبح هاي القصة ولهلا أخوك ما بيا. طيب هلا بمعية أهل الحارة مندور عليه أمرك. يلا ابني يلا خليها ندور عليه الله يرضى عليه. يلا شرف يا أبي شرف. يا ربي دخيل وينو ابني يا ربي دغيلك تأخروا يا ربي يا ربي قلبي شاعل نار لك وين راح ابني مين اجا اللي اخده قولي على قلبي عليك يا سميع قولي على قلبي طولوا بالكم يا جماعة طولوا بالكم شبنا وينو ابني؟ ليش ما جبتوه معكم؟ عمي ان شاء الله سمع وينو يا عمي ان شاء الله والله مو مبين له اتى قولي على طول قولي على طول شو يعني مو مبين؟ مناف وينو اخوك؟ شبك شبك مناف شد حيلك انت رجال خلاص ان شاء الله منلاقيه واللي كاتبه الله بيصير عمي هو عايش انا متاكده هو عايش هو وعدني اليوم المساء نرجع نتعشى سوا خلص خلص انت عاد حسب ظن الله اذا ظنك عايش باذن الله عايش يا رب يا رب يا رب يا رجل شغله بتحط الاعل بالكف وينه وينه العريس ما صار الاسبوع متجوز 10 ايام يختفي لك شو بدي اعمل سلمت لرب العالمين ونعم بالله طيب مرته كيف وضعها تحيلا حابسي حالها بالاوضه ويا دوب تشرب لها شرب الله يكون بعونكم جميع يا رب ولا مناف يلي هو رجال وعامل حاله رجال حابس حاله بالاوضه وعلى بكى ونواع لك على شغله ما عدا لك أخوه بيكون أخوه يعني شو بك ما في أعز من الأخ الله يصبره الله يرجع لكم يا قادر يا كريم لك آمين آمين من دمك لباب السماء أنا حبيت أمره لعندك وأطمن عليك بدك شي عاوز شي فوت شرب لك كاسة شاي إن شاء الله بالأفراح عبال ما تلاقوه يلا السلام عليكم يا رب يا رب من دمك لباب السماء يا رب بكفي يا بنتي برضاي عليكي ما بصير تعملي بحالك هيك بعدين ليك قدرك لف عليك كل الحارات وما لقى اخ ياما اخ قلبي مثل النار مو مطمن ابدا حاسه سمع في شيء ليكي يا بنتي ابن عمك صار له اسبوعين غايب يعني صار وقت وقت شو ياما شو قصدك اني روح معك على البيت لا ياما على بيت جوزي ومن بيت جوزي ما بطلع لحتى يرجع طيب وبلكي ما رجع السلام عليكم وعليكم السلام اهلين افاضي وين رايح على الدكان امشي اشرب معي كاس الشاي برجع لعندك عندي شغله بدي اقضيها وبرجع لا تطول ماشي السلام عليكم مع السلامه مناف يا مناف ايه يا مريني الله يرضى عليك يا ابني انا فايتة اتحمم ان شاء الله ليتو نعيم الله ينعم عليك بدي اياك تضل بغرفتك يعني مشان مرت اخوك حتى ما تستحي لك يا امي ما المخلوقه مثل اختي ولو هي بتخجل كثير يا ابني هي اساسا هي ما بتطلع من غرفتها الله يعينها يا ابني بكفي جوزة يلي راح بعدين انا بدي اعرف مين هذا الزلم اللي اخده واختفى والله يا امي شي بحط العقل بالكف المشكلة انه اخي كان طيب وابن حلال وما له حدا يعني ما له عداء والله بعرف يا ربي ليه صار هيك ليه صار هيك الله يخليك مثل ما قلت لك خليك بأوضتك ولا تطلع امرك امي امرك يلا
ولا حرف. اسمعيني شو بدي اقول لك. انا بحبك، انا بحبك وبموت عليك. اسمعي، انا بدي اياك. لك انا بموت كل يوم 100 موته، 100 موته لما تفوتي وتسكري الباب عليك وعلى اخي. انا بحبك، بدي اتجوزك، بدي اتجوزك واهرب انا وياك بالحلال. لك اخلصي، ولك انا كرمالك قتلته، كرمالك قتلته بيدي التنتين ودفنته، دفنته بيرني ما بيعرف فيه غير الجن الازرق. مدام مدام يا بطي يا مدام، قولي على امي قتلته مدام. انا بدي اياك، أنا بدي إياك. اسمعيني. قولي علي إياك. لا، أنا عم بحلم. لازم أعرف شو في. لازم بلعب. يا علا يا هو، قابيل قتل هابيل. الغيرة يا أشتر ومناف قتل سميع كمان من الغيرة يا مصيّم. مناف بده المال، بده المرأة، بده يكفر ماله. شو عمل؟ قتلو. عم تضحكوا؟ لا قتلو. سفيت أنا لحالي. ليش؟ لأنه المرأة بعد ما سمعت بخبرية طبت وماتت، وكنتي تركتني ومتي ما قتلها. صفيت لحالي بهالدنيا بعد ما تركتني كنتي. شو هالبلاء اللي نزل علي؟ شو هالمصيبة اللي نزلت على راسي؟ لك إنا لله وإنا إليه راجعون. واحد بالقبر دفناه، والتاني على حبل المسنى. لك اللي لك بدي لك وين؟ لك الله يصبرني، لك الله يصبرني، لك الله يصبرني. مجرمين، مجرمين. سيد عامر، استنيتك حصة بالدكانة مشان تجي تشوفي القمايش الجداد، ما اجيتي. قلت لحالي بيجي براسي لعندك مشان ترجيك اياها. ومن ايمتى تاجر القماش هو اللي بيروح لعند الخياطات؟ والله ما صار ولا حتصير الا معك انت، وخص نص مني انا. وليش؟ لانه هدول القمايش حجة، انا جاي اطمن عليك. سيد عامر، صدقيني يا بنت الحلم بالناس، أنا طالبك بالحلال. أنا ما بناسبك. وليش بقى؟ لأني بعرف وضعي وبعرف ظروفي. شو وضعي؟ خياطة ومستورة ويتيمة وفقيرة وما إلي حدا بالدنيا كلها، وأنت تاجر قماش كبير ومعك مصاري. ما اختلفنا، هذا الكلام بعرفه، بس أنا ما بيهمني. يا سيد عامر، حتى لو أنا قلت لك إيه، أهلك ما رح يرضوا علي. ولك أنت شو بدك بالحكي هذا؟ انت وافي وانا باخذك بغصب عن راس العالم كله. اسمعيني يا بنت العالم والناس، انت ما لازم تقولي لحالك بنوب، وما رح تلاقي واحد يحبك مثلي بصدق. لك شو بك عم تطلع فيني؟ وافي مشان ابعد امي تطلب ايدك. ليش؟
موافقة. ولك يقبرني ربا هالكلمة ما أحلاها. يقبرني ربا إيه؟ طيب بقى عن إذنك هلأ بدي فوت كمل شغلي. إيه فوتي كمل شغلك، بس حطي ببالك إنه ظبط أمورك هاليومين إحنا جايين نطلب إيدك. ها تفضلي بنت خالتي. ان شاء الله الف صحة وهنا. قلبك يسلم ايديك. طيبين هالقطايفات، شو المناسبة؟ بدي اياكم تباركولي. على شو؟ انا قررت اتجوز. الهي الف مبروك ويبعث لك بنت الحلال اللي تسر قلبك وخاطرك يا رب. من هالناحية هي لا تاكلوا هم. اكيد رح تسر قلبي وخاطري ان شاء الله. من هي؟ الخياطة فضيلة. فضيلة؟ ايه فضيلة. فضيلة الخياطة اللي بعتتكم لعندها مشان تفصلوا عند الفساتين. بس يامو فضيلة ما معروف اصلا منفصلة من اهلها. يامو اهلها ماتوا من وقت ما كانت صغيرة. وعمتها هي اللي ضلت عندها وضلت تدير بال عليها وعلمتها الكار الخياطة لحد ما ماتت. ايه بس فضيلة في حوالي بالحارة احلى منها واحسن منها. يامو كل الناس خير وبركة وكل البنات احسن منها. بس انا هيك من جواتي بدي اياها وبدي اياكي بكره تروحي تخطبي لي اياها بمعيتك. لا تقبري بكره ما بقدر، بكره جايين عندي نسوان الحاره، بعد بكره اذا بدك بنروح. اي بس مو اكثر من بعد بكره يا امو. ها اوعك. كلي بنت خالتي كلي، ان شاء الله الف صحه وهنا، مطرح ما يسري يمري. كلوا شو بكو؟ ما خطبك. ماني متضايقة، أنا رح موت من قهري. ها متضايقة قال هدول مشان شو؟ فستانك ما بكلف هالقد. هدول لتسكتي جوعتك فيهم وتحلي عن ابن خالتي. أنا ما بدي شي من ابن خالتك، هو اللي دابق. هو مانو بقعاله. أبصر أنت شو ساقيتي لحتى بالفتي هاي البلفة. أنا؟ أعوذ بالله. هنن كلمتين. يا أما بتوقفي هاي الخطبة يا أما شو زهرية خانو؟ يا أما رح تندمي وتبكي كل العمر. ما زال وصلنا لهون بحب قلك أني رح أتجوز ابن خالتك لو بدها تضرب الدنيا كلها. هيك؟ إيه هيك. وروحي انطحي راسك بحيطان البيت كله. معناتها تحمل اللي رح يصير فيكي. إيدك وما تعطيها شاطرة. شوفي جيبك زهرية جيبك يامو. شوفي ليش تعرفي بعدين تعرفي وين رايحة؟ لك يامو يامو يا ربي دخيلك الله يجيب العوائب سليمة يا رب. يا ربي شو صلى هالبنت يا رب. يلا يلا. انت فضيلة الخياطة؟ أنا فضيلة. خير شوفي؟ شرفي معنا على الكراكون. وليش بدي روح على الكراكون؟ في عليك شكوى. شكوى؟ من مين؟ بالكراكون بتعرفي كل شيء. لك يا أخي لا تكون مخربط. أختي ماني مخربط ولا شيء. فوتي دكي ملايتك وطلعي معنا. استغفر الله العظيم. عامر عامر دخيلك الحقني. فوتي أختي فوتي. عم قلك هلا بتروحي على الكراكون بتسرطي حقك عن فضيلة هلا. بعد كل شيء عملته فيني بدك يعني صوت حقي. ولك انت بتعرفي منيح انه فضيلة ما عملت معك شيء. لو كنت معي لما هجمت علي وشفت وش الثاني ما كنت حكيت هيك بنوم. انا بعرف وش الثاني منيح بس وشك الثاني اللي ما بعرفه يا ظالمة. انا مو هيك. لك اللي بيروح على الكراكون بيرفع دعوة على العالم ظلم شو بيكون؟ اسمع يا ابني مزبوط بنتي افترت على فضيلة. يا مو ولا كلمة. بتروح بتسطي حقك عنا وقال لك قسماً عظماً بمسك بدالة. يا مو شو رأيك؟ انتي مالك بنتي ولا بعرفك إذا ما بتعملي هيك.
يا بنتي اوعك تجيبي هالسيره على لسانك مره ثانيه. يا بنتي انا ما بدي اياك تكوني ظالمه ومؤذيه. ما انتوا اللي اذيتوني ووصلتوني لهون. نحنا انتوا من لما كنت صغيره وانتوا تقولوا عامر لزهريه وزهريه لعامر لحد ما حبيته وما عاد اقدر اشوف حدا غيره. يا بنتي الله يرضى عليكي طولي بالك. جواز اسمه ونصيب. اسمه ونصيب؟ لك انا ما فيني اشوف عامر متجوز وحده غيري، بيحترق قلبي يامو. وجع قلبي عليك. حسبي الله ونعم الوكيل. شو بدي اعمل؟ اهلا وسهلا نورتينا، تفضلي. اهلا تقبريلي بقامتك حبيبة قلبي. رح قوم ساوي لك احلى فنجان قهوة. شوفي يا فضيلة، اللي صار ما منه فايدة، وإن شاء الله ما عاد ينعاد مرة ثانية بإذن الله. إن شاء الله. شوفي يا بنتي، صغير وقت مو مناسب، بس أنا بيشرفني أطلب إيدك لابني عامر. وأنا موافقة. معناتها بكرة إن شاء الله منجيب الشيخ مشان نكتب الكتاب. بس من بعد أمرك، خلينا نأجل يومين. ايه على راسي، بس ليش؟ عندي تسليم بضاعة وبيكون فضي راسي عن آخر. خلص تكرمي، تكرم عيونك. يخلي لي عيونك يا ست الكل، أحلى فنجان قهوة لمرت عمي. نحن لازم نحكي. ما في شيء نحكى بيناتنا. كل هالسنين أنت مو شايفني ومو حاسس فيني. مبلا حاسس بيكي. وبعرف انك بتحبيني، بس انا من جواتي ما بحسك الا مثل اختي. بس انا مو اختك. وطي صوتك. ما رح وطي صوتي، وعلى جستي ما بتتجوز لفضيله. ولك بغص من عنك بدي اتجوزها لو شو ما بدك تعملي. بس يا عامر انا بحبك. عيب عليكي، انا ما بعرفك هيك، بعرف انه عندك كرامه. اسمعيني منيح، انا بكره رح اكتب كتابي عليها، واياكي اياكي تقربي منها او تاذيها او تعملي لها اي شيء. أقسم بالله العظيم ساعتها بنسى أنك حتى بنت خالتي. ها، وبحاسبك حساب عسير. أعذر من أنذر. فريدة تقبريني، بدي إياك تروحي معي لعند فضيلة مشان نحكي بجهاز وخلافه. أهلين خالتي. أهلين، تقبريني. هاتي بوسة. تروحي معنا؟ إيه لا ما بدي. يا مو نحن نازلين على السوق، تعي معنا بتتسلي. ما فيني يا مو، عندي شغل بالبيت. طيب أنا رايحة دك ملايتي وإجي. يلا عم بستناكي. أهلين خالتي. أهلين تقبريني. يلا يا فريدة استعجلي. زهرية. ايه زهرية يا فضيلة، بعد زهرية اللي قالت لك بعدي عن عامر ابن خالتها. بعدي عني يا مجنونة. ما بعد عنك. بعدي عني. ما بعد عنك. قلت لك فهمتي؟ لا اشرب من دمك. كل عمرهم يقولوا عامر لزهرية وزهرية لعامر. يا مجنونة. اعطيني بقى. خلصيني يلا. تموتي بقى. تموتي بقى وخلصيني منك. وليه؟ تموتي بقى وخلصيني منك. وليه؟ بعدي عن معي. ولادتك يا ماما. هذا الكف بس مشان تصحي على حالك وتعرفي انه ما في رجال بيستاهل اللي عم تعمليه حتى لو كان ابني. امشي يا ابو، امشي يا ابو. Oh,
يا مو حسن. يا مو مريني. يا مو لاقي لك دوباره لهذا ابن عمك لطفي. لا لا شو عامل معك لطفي؟ يا مو دق الباب قال عم يوزع حلوان روحت ابوه ومرت ابوه على الحج. ليش عمي ومرت عمي رايحين على الحج؟ ايه بعدين ان شاء الله بتروح روحهم عاملين حالهم صحابين دين. يقول واه الواه والله الدين متبري منهم. يا مو انت كل شي بتقولي طابه وعلى عيني وعلى راسي، بس انا لهلا ما فهمت لطفي بشو زعجك؟ يا مو عم يجاكرني انه هن رايحين على الحج وانا ارمله ما عندي رجال ياخذني. يا مو اش كان عم يجاكرك؟ بدي احسب الله ما خلقه، اما اذا مانك متاكده لا تضوجيني. ها لك يا مو انت ما بتعرفهم لبيت عمك، انا خابستهم وعاجنتهم بعرفهم منيح. يا باطل يا باطل اش كان هالكلام مزبوط؟ يا مو شو حتعمل؟ شو بدي اعمل يعني؟ ايه بدي نكرز لك ياهم كلهم على بعضه. ان شاء الله بتقبر قلبي. الله يقويك مشان تكسر لي راسهم كلياتهم. ان شاء الله دايما يا ابو قاسم. لين حسون؟ اهلي لطفي. شو؟ على عمي وخالتي مرت ابوك قال طالعين على الحج. ايه والله، عقبال عند مرت عمي ان شاء الله. لا عمي لا، انا امي لو بدها تطلع الحج من زمان طلعت لك حبيبي. لا يا حسون، حدا بصح له يزور بيت الله الحرام وما بيقول ايه؟ نحنا بعدين نحنا لما بدنا نطلع حبيبي على الحج لا بنسأل لا اولاد عمنا ولا اولاد خالتنا ولا حتى اولاد حارتنا، نطلع على كيفنا. ايوه وليش هيك عم تحكي معي؟ خيو انا هيك بحكي، حبك تسمع اسمع، ما حبك تسمع عمل هيك على اذنيك لا تسمعني. عجد اللي استحوا ماتوا. ايوه اللي استحوا ماتوا. شو علي؟ يو خير ان شاء الله لك لطفي، شبك ضايش؟ من عماي الحسن ابن عمي. لا اله الا الله، شو عمل معك كمان هالمره؟ عم وزع هدايا بالحاره، دقينا على مرت عمي قلنا لها تفضلي هي هديتك وادعي لنا، انا وطالع من الحاره بجيد حسن، سمعني كلمتين هزل لي بدني. يو وأريدة تقرضه إن شاء الله، ليش بالأصل مين قرب عليه؟ مو مشكلة، بس والله طالع براسي فعسه تحت رجلي. شو اللي عم بسمعه منك يا لطفي؟ ما في شي يا بي، ما في شي. لا في شي، أنا سمعت بإذني إنه بدك تضربه لابن عمك حسن. شبك يا رجال، صلي على النبي، لطفي ما حكى شي، يعني عم يفش قلبه بس. بعدين بيني وبينك انت بتعرف قديش ابن اخوك حسن نزق؟ شو بقى؟ شو ما كان يكون ما بيصير تطلع منه هالكلمه هي. المثل بيقول انا واخي على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب. يا بي لو تسمع حكيه كنت انت رح ضربته بايدك. شو ما حكى يحكي، نحن ما بننزل لمستواه، نحن لازم نستوعبه. واحد عم يقول لي يلي استحوا ماتوا، شو بدك كان يقول له؟ طنشه. طنشنا يا ابني. الله يرضى عليك، أنا ربيتك وساويتك رجال وقبطاي مشان تاخذ الناس على قد عقلها، مو جابها، شلون ما حكيت تحكي مثلها؟ معلش يا لطفي معلش، زدت ورا ظهرك واسمع كلمة أبوك، الله يرضى عليك. يلا ابني، حضر حالك مشان نروح على المحل. منتي علينا خالتي، منتي علينا. بدك شيء؟ سلامة قلبك، الله إلهي يحفظكم ويحميكم ويخلي لي إياكم. يخلي لي إياك إن شاء الله. لا هيك أسعارك كتير غالي، بدي إياكي تحسبي لي إياهن مثل آخر مرة أخذت منك. صدقيني ما توفي معي يا خالة، وأريد فوقهن حبة مسك. بس أسعارك أغلى من السوق. بس البضاعة مضمونة وما عليها أي شكوى. مزبوط معك حق، يلا عبي لي رطلين لبين ما فوت جيب لك المصاري، وفوقهن رح أعطيكي حلوان طلعتي على الحج أنا وجوزي قريبا إن شاء الله. إن شاء الله، حج مبرور وسعي مشكور. بس يا خالة أريد منك طلب. خير يا ليلى، شو بدك؟ أريد تزيدي حلوان اثنين إذا ما بو إحراج. إيه وتكرم عينك، بس ليش؟ عشان أريد أحسب حساب أمي وأختي مشان يدعوا لكم ويفرحوا من قلبهم. تكرم عينك، ورح أحسب حساب حماتك كمان. يلا دقيقة. ان شاء الله بيعيشوا هالايدين، الله يطول بعمرك يا يامو. يخلي لي اياك تقبر قلبي. يامو ما قلت لي شفته لابن عمك لطفي؟ لك
شفته وسمعته كلمتين هزيت له بدنه على كيف كيفك. يا عيني عليك، هيك بدي اياك تشوف حالك عليهم، مو انه يشوفوا حالهم علينا. دي ما فشر بنص عينه، بحط الكسريه تبعي بنص بوزه. بعدين هذا الزلمه اللي اسمه لطفي له دوباره عندي. شو ناوي تعمل ياما؟ بدي اقلب محل الصدف تبعي. شو؟ شو بدك تقلبها؟ بدي اقلبه محل قماش. قماش؟ يعني مثل محل بيت عمك؟ لكن يا مو ما حدا احسن من حدا. بدي خليهم يقاقوا ما يلاقوا، وبدي جيب بضاعه احسن منهم وارخص منهم. والله فكره. بعدين غير انه بدي جاكره، كار القماش نظيف وخفيف وظريف، مو مثل كارنا كله تراب وتعتير. طيب امي، هي القصه كلياتها على بعضها، شو بدها تكلفها؟ هلا اليوم انا شفت تاجر قماش وقال لي انه بيعطيني البضاعه بالتقسيط وبعدين بسده اول باول، وبالنسبه للبضاعه تبعي انا بلاقي لها دوباره لو خسرنا. المهم الواحد يشتري راحته وكرامته. الله يختار الخير. الله يطول بعمرك يا عمو. يخلي لي اياك تقبر قلبي. مرحبا حسن. اهلين عمي. شلونك؟ شلون الوالده؟ الحمد لله من الله بقلب خير. أمانة إذا معتازين شيء أنا بالخدمة. لا عمي لا، طمن بالك، ما لنا معتازين شيء والحمد لله. ليش هيك عم تحكي معي حسن؟ ليش عمي شو حكينا معك؟ ما أحلانا. أنت بتعرف شو قصدي، وبتعرف أنت شو عم تحكي. شوف حسن، لطفي خط أحمر. ليش مين قرب على المحروس لطفي؟ ليكم أحلام دلال. حسن، كون بمعلومة إنه أنا ممرق لك ألف قصة وقصة وألف شغلة وشغلة، وإنت لا تنسى حالك إنه لساتك بغو وما بتعرف مصلحتك. أوعك عمي أوعك، أوعك تقول عني بغو ولد، أنا رجال وسيد الزلم كمان. لا لا يا حسن، ما حبيتها منك. مو هيك الواحد بيحكي مع عمه يلي رباه وساواه سبره بسبر ابنه؟ يعني هلأ شو بدك مني عمي؟ ما بدي منك شي، بدي اياك تكف بلاك عن لطفي، وإلا قسماً عظماً حسابك رح يكون عسير معي. مزبوط مثل ما قالوا لي يابي، الآن أنت وحسن بالحارة؟ مين اللي قال لك؟ صبحي عم يقول لي رافع صوته عليك بنص الحارة. لا كنت عم بسأله إذا بده شيء ولا ما بده شيء. يا بي لا تكذب علي، صبحي سمع حسن عم يعيط عليك. لك عم تعيط علي وعم تكذبني كمان؟ لا تواخذني يا بي. شوف لطفي، تصرفاتك مو عاجبتني بنوب، وألفاظك بدك تنتبه لها. فهمت ولا ما فهمت؟ فهمت. الله يرضى عليك يا لطفي، طول بالك، هيك زعلته لأبوك. لك يا ابني الله يرضى عليك، كل حياتهم بيقولوا إنه الواعه الكبيرة تسع الواعه الصغيرة، شبهنا كلك مفهومية. منتي علينا خالتي، منتي علينا خاطري. الله معك، مع السلامة، الله يرضى عليك. رضاك يا مو. أهلين يا مو، نجيت تقبرني؟ والله بدي وصيك على سمنة ولبن، خالص كل شيء من عنا. لك هلا شفت عمي ابو لطفي عم يشتري سمن عربي من وحده بدويه برا. ليش المقوصه مرت عمك ما بتطبخ الا بسمن عربي؟ لا تاكلي هم، وحياه عيونك من اليوم وطالع ما عاد تطبخي الا بالسمن العربي. انك الله يخلي لي اياك وما يحرمني منك. يلا رايح لحالي. يلا ايه تقبرني. قوام على السريع. لك العمى ضربك صحيح، هي لي ربع ساعه عم بمسحها بالمي وما راحت السمنه. والله مو قصدي يا الاخو، من تعبي وقعت مني، لا حول ولا قوة بالله. لك انت بتعرفي هذا الشروال قديش مكلفني؟ لا والله ما بعرف. السلام عليكم. خير؟ شوفي حسون، شوفت عينك وقعت سمنة على الشروال تبعي. مو قصدي مو قصدي. ايه يلا طول بالك، عرضية. خيو انا ما بدي حدا يتدخل ولا بدي استشير حدا بالموضوع، انا هلا بدي حق الشروال من عيوني الاثنين. يلا معناته مدي ايدك على جيبتك وهاتي خمس مجيديات. لويش خمس مجيديات؟ أنا هيك حاول أشروالي. إيه؟ ولك هدول مربحي ثلاث أيام. حسن
لطفي انت لا تتدخل بالموضوع وطلع براته بمعيته. لا سيدي بدي اتدخل، وهي خمس مجيديات حق شروالة خياتو. كثر خيرك، الله يجبر بخاطرك يا خوي. فوت. ها هذا اسمه كلام. سلام. لوين يا حسن افندي؟ رايح تمشور، شو رايك تروح تتمشور معي؟ لا سيدي مالي مصلحة، سلاح الشروال. وليش لا اشعلك الشروال؟ لاني دافع حقه خمس مجيديات. ايه على راسي، هلا بوصل على البيت ببدله وببعث لك اياه تكرم عينك. لا سيدي ما حذرت، بدك تشلعه هون بالحارة. وشلون بدك كان يشلحه قدام العالم والخلايق؟ والله هي مو مشكلتي. انت قاصد معناته تفضحني. والله حسبها مثل ما بدك. ايه بسيطة، وانا اشتريته منك بخمس مجيديات تكره. لا سيدي ما حذرت، صار حقه عشرة. شو؟ والله مثل ما سمعت. لا هذا اسمه نصب احتيال. يا سيدي حسبها مثل ما بدك. لا 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 لطفي. بلا لطفي بلا ابن عمي. اسمع حسن، يا بتدفع حقه عشر مجيديات يا بتشلح الشروال يا وشي على الكراكون. بقى شو؟ معناته انت بدك تعلم علي. احسبها مثل ما بدك. ايه تكرم عينك يا ابن العم، هاي خمس مجيديات تبعك وهي خمسة حقوقنا. متواجه. الله معك. خلي يولي. يا اختي كثر خيرك، هي خمس مجيديات مني وخمس مجيديات منه، هدول رزقتي. دعينا الله يوفقك ويرزقك ويبعد عنك ولادين الحرام. عافية. والله صح ما يقولون، الدنيا تدور تدور ويرجع الخبز للتنور.